بالفتح لا بالكسر. يقولون شغاف القلب بكسر الشين، والصحيح شغاف بفتحها، وهو على زينة سحاب، مفتوح الأول وكسره لحن. ومثله الجنان من أسماء القلب وكسره خطأ، والغواية بفتح الغين والناس يكسرونها. والسقام المذكور في الأبيات المنسوبة إلى أبي الأسود الدؤلي، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم. أما تسآل وتجوال وترحال وتذكار وغيرها من المصادر، فإنها جميعها بفتح التاء منها لا بالكسر، إلا تبيان وتلقاء فبالكسر. ومن ذلك أيضا يقولون الحراك الشعبي، والصحيح الحراك بفتح الحاء، ومنه قول الشاعر جرير: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. ومن الأسماء المشهورة ابن خلكان المؤرخ بفتح الخاء والكسر خطأ.